بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض الفنكوش. طبعا كلنا عارفينه بس في ناس ما بتعرفوش، فاحنا هنعمله النهارده مع بعض. دي طاسه على النار، هحط فيها تقريبا كده معلقتين زيت، مش كتير قوي. الفنكوش هو ايه؟ هو دوت، ثواني اوريه لكم. اهو هو دوت، ده بيتباع عند العطار وعند العلاف، هتلاقيه بيبيعوا حاجات تسالي، يعني تسالي كده الاطفال، زي الفشار، زي المسليات اللي هي المقرمشات، بتتباع عند العطار، هتلاقيها عنده. سعرها رخيص جدا، تقريبا الربع باربعة، انا جبت ربع كيلو ب4 جنيه، مش غالي يعني. في منه كمان دوت، بصوا الشكل دوت اهو، دوت يعني في منه سادة وفي منه الالوان اهو، الاتنين اهو. هنبدأ، هو كده الزيت سخن، هبدأ بقى انا احط شوية كده، ما تحطيش كتير لان هو هيبقى كتير دلوقتي في الطاسة، هيكتر يعني في الطاسة اهو كده. وهتسيبيه بقى شوية، بصوا يا بنات بدأ يعمل ازاي، بدأ اللي هو يبيض معايا اهي زي المكرونة كده، كأنك بتعملي مكرونة وبتكبر بقى اهي. سيبيها كده على النار، هي هتعمل لوحديها، بصوا اهي، بس انا كنت موطية النار عليها، فبصوا هي اول ما الزيت سخن على طول، بصوا بيعمل ازاي، هيعجب الاطفال قوي وكمان الكبار، يعني تسالي كده قدام التلفزيون، زي اللب، زي الحاجات دي كده. بصوا يا بنات اهو ما شاء الله كبر ازاي في الطاسه، بصوا هو كده يعتبر خلاص استوى. هبدا بقى ان انا اشيله، بصوا اهو، كل ما بتسيبيه شويه هتلاقيه ان هو يبقى خلاص استوى معاكي اهو بالشكل ده كده اهو. هشيله بقى، انا موطيه النار خالص بقى علشان خاطر خلاص هو كده خلص، بدل ما يتحرق مني توطي النار عليه خالص. هنبدأ بقى نعمل شوية تاني من اللي هو الألوان دوت. الألوان ده بقى فيه منه رسومات كتير، بصوا كده، بصوا الرسومات عاملة ازاي، شكلها حلو قوي. التاني اللي هو اللي احنا عملناه الأول هما رسمتين بس مش كتير، كمان ملونين المكرونة، بصوا عاملين، معرفش بقى هي عاملينها زي المكرونة كده ألوان فتعجب الأطفال. دي طبعا أنا سألت الراجل قال لي الألوان ديت ألوان صحية، ما تخافيش يعني منها، بصوا كده اهو يبدأ يتحمر معايا، بصوا كده يا بنات اهو خلص خلاص كده اهو، بصوا بصوا بقى شكله حلو ازاي. ترش عليه شوية ملح وخلاص كده هو خلص معاكي. ممكن كمان ترش عليه شطه وليمون زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع الشيبسي، بطاطس الشيبسي، شطه وليمون تتباع من عند العطار، ترشيها عليها هيبقى هيديكي طعم الشطه والليمون. هنعمل شويه تاني مع بعضينا برضو، بصوا ما بياخدش وقت خالص، مش هحط كتير، بصوا بصوا الطاسة عشان سخنة اتعمل بسرعة ازاي، اتعمل بسرعة جدا وطعمه تحفة، انا ذقته طعمه عامل زي الدريدوس، زي البيزو اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت للولاد، طعمه حلو قوي. هو كده خلص خلاص اهو، بس لسه في شوية من اهو، انا موطيه النار طبعا لان هي اتصل اصلا سخنه مطرح ما انا عملت اللي قبليها، وهو كده خلص خلاص معايا. طيب يا بنات خلص معايا، بصوا بقى كميه قد ايه، ما شاء الله كميه كتيره، بصوا كل دوت اقل من ربع كيلو، لان انا جايبه ربع، قلت له عايزه من الربع، يعني عايزه منه دوت وعايزه الساده الوانه الساده، فهو بصراحه الراجل اداني يعتبر تمن من ده وتمن من ده، يعني ب4 جنيه عمل لي، بصوا كمية قد ايه ولسه فيها كمان، بصوا
فاضل قد ايه اهو، لسه كتير يعني، لسه ممكن يعملوا مره زي كده ومره تانية يعني مرتين تاني، يعني بحاجه بسيطه خالص تبسطي بيتك وتبسطي ولادك. اتمنى الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو دوسي لي لايك، ولو اول مره تشرفيني دوسي لي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.